السلام عليكم، سميتي أمين معوني، تلميذ في مدينة بن ملال، كنقرا في معاريش، وجينا دوزنا الباك في ليسي بن سينا. الحمد لله 3 أيام دازت طويلة شوية، كنا تنعسو معطلين وتنفيقو بكريك. والدينا تا هما الله يخليهم لينا كانوا ضربوا معنا تمارة، توصال جيب رجع، والحمد لله امتحان داز في المتناول، ونتمناو الجميع يتوفق، واللي ما جابش ان شاء الله يعوض في التدراكيه. والصراحه كانوا ساهلين، فهمتيني، بدا ملي ما خدمش مزيان في المواد العلميه غيعوض فيهم. والصراحه هذا العام كان كامتحان مع داروا على الاضرابات، وهذا كامتحان في المتناول. ان شاء الله نشوفوا شي نتائج. امين ان شاء الله، من المتفوقين ان شاء الله. ان شاء الله الحمد لله. ماطور الفيزيك ساهلين شويه، زعما محطوطين ساهلين، كان طوال بزاف في المتناول. في المتناول، ولكن زعما التي خدمت كاع شويه ما غاديش كفا الوقت. لونجلي فلسفه تحطو زعما كلشي غادي يعجبو الحال، حطو لكلشي. اس بي تي تاو في المتناول، الوقت كافي ساهل شويه. السلام هادشي اللي ان شاء الله. ما اثرش عليكم الاضراب؟ داروا لنا بحساب وحيد، ولنا دوك الطروس اللي ما كانوش فيه حطو ساهل شويه الاعوام الاخرين صافي. كيفاش كانت الاجواء في الامتحان؟ مزيان الاسئله زعما ما تيفرصاش عليك، واخا ما كاينش النقله زعما. نتمنى ان شاء الله شي حاجه تكون زوينه، ومره خدمنا وحنا درنا جهدنا وصافي. انا الحمد لله، وصراحه هذا الامتحان مزيان، كان في المتناول واخا كان طول شويه، ولكن الحمد لله الى خدمتي ودخلت لي غادي تلقى داك الشيء واحد النتائج ايجابيه صافي. و نقدم واحد التحيه للناس كاملين اللي كيقراو، واخا كانوا اضرابات في الاول ديال العام، كانوا الحمد لله كانت واحد المرحله صعيبه شويه. هذا العام هذا كانت فرصه صراحه لي بريبارا، فرصه باش انه يجي مزيان في الامتحان الوطن. الاساتذه وجدوا معكم قبل الامتحان؟ صراحه كان يعني الاساتذه تعاونوا معنا، وحنا تعاوننا معاهم في الفتره ديال الاضرابات.